السلام عليكم دي زير بوي بيج رياكشن، جاناكم الاولاد برياكشن جديده كالعاده والعوايد من سيري سمارة المتواصله تيتر باختياركم انتم الاولاد. وبيان سور كيما ديما نقول لكم كما فماش جديد راه فما قديم وديما الفوضى موجوده وديما اشتراو بيج رياكشن كل يوم بقدره ربي. تيتر باختياركم انتم الاولاد، ما بغيتش تيتر عنده 4 سنين من اللي هبط. ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا، نفهموا العمليه ونسمعوا اللغه صاحبي ونشوفوا الفايب شو يمشي يهز سمارة مره هذه. اوديو مش كليب الاولاد، يلا بينا الاولاد يلا. لا ما توقعتيش هكا، ما بغيتش قلت حاجه فهمتني ولا مربوطه بك برشا احاسيس واحد والله هو اعلم ما توقعتوش هكا البيت لا اسمع ماريتش غير البيضه ماريتش والله دروب بيت في مخي حسيتها صاحبي والله ماريتش غير البيضه ماريتش يما ماريتشي ما بغيتش ولا بلادو ما بغيتش. wait a minute نسينا الماتريال. ديزولي الولاد هكا خير وانا نقول اش ناقص هكا خير صح. يا كان الوضع يا ميمتي ماريتشي غير البيضه ماريتشي غير طعبك يما ماريتشي انا ولا بلاتو ما بغيتشي يا كان الوضع يا ميمتي زلنا نفهمو بيضا ويكوتشي نحن نقومو ما نموتشي ما نخونشي يا صحابي جملة ما نبيعشي شيخة ولا ما بريتشي فتحتي انتي ما جيتشي ما شفت الصراحة الولاد حتى الصراحة محليها ساعات جوش لعبيات تسمع ما ما تكبتيش فهمت كمان ساعات بالرسمي برشا رابوريات راو يقولوا برشا مواضيع يعملوا فيهم في الدنيا بالرسمي حتى وكان حاجات ما تقالش راو يقولون في الموسيقى بتاعهم خاطر كيكا ديت الراب يتكتب برشا مشاعر فهمت كيفاش وبرشا فازيات يعني بالرسمي حتى انا منهم يعني اللي ما تنجمش ما تكبتيهاش في الوقت هذاك فهمت كيفاش اما كي تعاود تسمعها وبعديك تشوف شنو صار شنو ما صارش تفهم اللي راه ديجا قال له عندك سنين الرابور قال لك عنده سنين اللي هو كيكا ولا الانفلونسر ولا فاش كنت تتفرج انت فهمت كيفاش برو دونك باي اتنشن عرفتك اللي اهتموا للكلام اللي تسمعوه صاحبي باش تفهموا اللغه نقوموا ما نموتش ما نخونش يا صحابي جمله ما نبيعش شيخه ولا ما بريتش فتحتي انتي ما جيتش ما ريتش يا غير الغدرة يا ميمتي حومة اللي تعاني حبسوا وصاني ذيقوا تعبنا يا حرامو ما نفعني قاضي ما سمعني كلامو ما قنعني يا ربي يشفعلي بذيقي اسمعني امي تدعيلي يا فركس اختاني تلقى الوسطاني ماشي مخليها يا فركس تفركس حسين ما تلقى كان الوسطاني بالاخر بعدك ما بشترش تلقى هذاك فركس انتي فركس قد ما تحب برك مش تلقى صاحبي والله يا فركس اختاني تلقى الوسطاني ماشي مخليها يا ديما نرجع لك يمتي من تالي ديما في بالي شنتو في غيابي وسني في جوابي رجل غوابي رجع لكم احباري لابس دوساري نشبت كحكيحي مش لغة لجرالي نكتم اسراري مفرح اخواتي ماريتشي غير البيضة ماريتشي يما ماريتشي ما بغيتش شفتوا تعبك هذاك تعب امك هذيك لازمها اول موتيفاسيون في حياتك باش تكمل قدام باش تواصل صاحبي باش تهصل باش توصل لنهار اللي امك تعوذ لها كل شيء بقدره ربي صاحبي فهمت والله تعبك يما ماريتشي ما بغيتش ولا بلادو ما بغيتش يا حد ما بغاها يا برو حد ما بغاها البلاد هذه والله كان الوضع يا ميمتي ماريتشي غير البيضة ماريتشي غير طعبك يما ماريتشي ما بغيتشي انا ولا بلادو ما بغيتشي يا ما حشتش بيها كان الوضع يا ميمتي قعدك يقلي راسي فنتو احساسي تليتو في كراسي واحنا الشارع فينا اللي قاسي
ومر فاكت يا برو سكين براسي فاكت يا برو ننسى اللي ناسي مسلم وعاسي تغلط تباسي نعيشوا في الرازي حرام وما نفعنا جوعنا وشبعنا منهم ما منعنا اي 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 جملة تبعنا حنشة شنعنا كلمهم ما سمعنا اي 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 خسر الله اي 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 هذيك برجو ليا الاولاد برجو ليا مش مبين في بيعنا ومنعنا روحنا اللي سمعنا شيخة تمتعنا اي 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 حرقة وفسعنا نرمي في المعنى شكونوا اللي سمعنا اي 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 ما بغيت شي اللي عاش محروم واللي مشى محكوم ما بغيت شي ما تمشي تزور الدنيا علينا تدور وتأكد اللي الدنيا راهي ديبة عليك باش تدور تأكد عمرك ريت الولاد قاعدة في حياتك اللي راهي أمن بحاجة اللي فما حاجة اسمها توازن يعني كان الدنيا محليها برشا أعرف راهي باش يجيها بريود ولازمها ترجع للوسط وكان هبطت اللوطة برشا وقاعدة خايبة برشا أعرف راهي يجيها بريود وترجع للوسط فهمت كيفاش وما تنجمش تتهنى في حتى وقت خطرت على الشعر الدنيا يا برو من الاخر اسمع غير نعيش مستور نكتب فيها سطور ما بغيت شي اللي عاش مستور ما لحناش مسمور ما ريت شي غير البيضة ما ريت شي اسمع غير تعبك يما ما ريت شي ان شاء الله ان شاء الله نعاود ظهوره بالكل صاحبي واللي يومه متوفية الله يرحمها صاحبي هكا ولا هكا بقدرة ربي يشتقبلها في الجنة وقتها تعود لها بالرحمة ما بغيتشي ولا بلدو ما بغيتشي يا 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 كان نوضع يا ميمتي ما ريتشي غير البيضة ما ريتشي غير طعبك يما ما ريتشي ما بغيتشي انا ولا بلدو ما بغيتشي ما حبيناهاش من قبل مش من تاو يا 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 اسمع كان نوضع يا ميمتي وهكا نكونوا كملنا سمارة ما بغيتش تيتر عنده 4 سنين تيتر باختياركم انتوما الولاد وتعرفوني صريح وصريح برشا تيترويت هذوما تيتر كيما ما بغيتش اللي سمعناه تو ريكتيت عليه انا رايي والصريح بالنسبه لي انا صاحبي بيان سور لي انا كاهو باز يكون عجبكم فوق ما تتصوروا وانا نجم ما يعجبنيش انا مش ما عجبنيش جوست فما حاجاتك اللي اوف عرفتك اللي عملت لي اوف الفايبك اللي فهمت كيما الاي اي اي هذيك مانيش بالف بيها مع سفاره فهمت فازا كيفاش دوكا كلي نكون واقعيين وصريحين صاحبي كلي بعدتني شويه على الفايب فهمت كيفاش كلي ما سرحتش مع الموسيقى فهمت كيفاش اللغه جوابيه مريقله صاحبي الفلويت كيف كيف هما اللي ما عجبونيش اما هذا ما يمنعش التيتر ما يخيبش الاولاد وجاتكم رياكسيون ولبينا طلب صاحبي زيدونا في تيترويت وزيدوا سمعونا وبدلونا رأينا أكثر وأكثر كل شيء بيديكم وهيك علاش نخليكم انتوما اللي تختاروا تيترويت شهكا نكونوا كملنا رياكسيون ما بغيت شي تيتر باختياركم انتوما ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا الولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن سيو شاراكم كومنتيريتكم دنيتكم اجواكم السبسكرايب بتاعكم خاصة مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 ميني سكول اول يوم في الديسكريبسيون اقرا خفيفة يا برو تلقى روحك غادي ما لفش تستنى عندكم تيك توك عندكم بقشيش كل شيء موجود بيجي رياكشن ديما موجود والفوضى ديما موجودة جوستك السبسكرايب يا برو وقبل ما نختموا رياكسيون بتاعنا تحيا فلسطين دائما وابدا ما نساوش القضية الفلسطينية وما نساوش اخواتنا في فلسطين ونبارتاجيو اي حاجة تذكر فلسطين وتدعم القضية الولاد ان النصر قريب ان شاء الله ندعيو لهم باللي نقدروا تحيا فلسطين دائما وابدا نتقابلوا في اخر وقت ممكن peace